مولاي صل وسلم دائما أبدا
الإقليم فإن أبعتي بالسعب تعدت من جرها بنزير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قراب في علم برأس غير محتشم لو كنت أعلم أني ما هو كبيره كتمت سرا بدل منه بالكتم من لبرد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم فلا تلم بالمعاصي كسر شهوتها إن التعاب يقوي شهوة النهر مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل إن تمر شب على حب الرضاع وإن تهضمه ينفتم فاصرف هواها وحاجر أن تبليه إن الهوى ما تولى يسفي أو يسم وراعيها وهي في الأعمال ساعمة وإن هي استحلت المرأة فلا تسم كم حسنة لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السبب بالسلام مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد سائس من جوع ومن شبع فربما قصت شر من الدخم واستغرق الدمع من عين قد امتلأت من المحارم وجمعية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضك النسح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لك نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قال لك استقم ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت ودمعه الطهر من ورم وشد من سغب أشاءه وطوى تحت الهجرة كشح النطفة فالأدم وروادته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأرها أيام السمم وأكدت زده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لقد تجي الدنيا من العدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قليل منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحب غير منفصم ولا يذل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس ظرفا من البحر أو رشفا من الديام ووافقون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقى
قاسم ولا يصلي وسلم نائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دع ما دعته النصارى في نبيهم وقم بما شئت ملحن فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى ليس الإمام لم يمتحن بما تعيا العقول بها حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تجهر للعينين من عقول صغيرة وتكل طرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صل وسلم نائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شخص فضل هم كواكبها ينهرن أنوارها للناس في ظلم أكرم بخلق نبي زاده خلقا بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبر في شرف والبحر في كرب والدهر في همم كأنه هو فرد من جلالته في عشكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد نامتك منه ومتسم لولي فيعدل طلبا يضع حكمه طوبى لمستشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يذق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنتي من زلة عدمت إن الكبائر في الغفران كلم بي لعل رحمة ربي حين يقسمها تغطي على حسب العصيان في القسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم.